زول كوم ايمان زي موقعنا دور بريس الموضوع نهارا يتعلق زي الجاليه نخ ايديوسين زي الخارج ما مش تسنى مارا الاجواء ان الاستقبال الترحيب لسنقين المواطنين نخ زي مارا انحاء المغرب فترت الحجر الصحي وغابل عن خاصنا الحدود ذي الأزمة كورونا فدكذا خي جانا نفغ ساكنة تنظيم تنظى نكسي الآراء نصند منا بخصوص الموضوع عوانيتا خصمة تسلم كتا تفاصيل قيم كدير انك اي ما مش كاني خفير الله اي ما مش نجيو سالي استقبالني لكم اذا ومقين دي المطار استقبال شمين خزاق دي التلفزيون قبل يح اي الواقع وعامل خزاق دي التلفزيون الاستقبال قال الاستقبال مشان نسس بالنسبة للواقع شك يعني الواقع هو هو نسين شاوي السين ولا ذي الجن شك مقيم ذي المغرب نيخ شك ذي الجالية ماه شك ذي الجالية نيخ مقيم ذي الجالية شرخو غاري 12 سنة سكوم السنة فوق سيق تقاعد شنو غادي فرنسا 49 سنة ولكن غادي مي غادي ذا ثار وين وقان دي جندي بلجيك جندي فرنسا عشا سنين تقول من السنين تفور إخني طاك حندا أنت فاميليا نش؟ عاد ودو سين شاغ حن جاني نمي وندا ذي بيرشيك ترى شيخ تسواج إخني تمنت سبب ما سبب أنت ذكرني إخ منت سبب ودو سين شاغ فاميليا نش؟ عاد أنت ويكسي العطلة نسر وينات شهر سبعاني شهر ثمانية يخدم شغل تكنيسيان تفاوت ذي نبيرا وات وينات إيما مش توارد بيتي عامة ما تقعد ما تهواني خل رأي نشتري شقا توري غي قرخو من غزاتي تلفزيون وشو عن السن ما قرش خد تمن مناسب قي هو الشغر وشو عن السن إيش كم داش قانتا وانش ديها ها؟ من داش قانتا وانش ديها الجون ديني ما خصنا المواطن سمورك يمين إذا ما راه غد عدو رديش انتراجة غادي راه غشنجيش كيس نسيور سنمة تويا ما تاك حم لا هو الواد السيور نشا وادي السيور رديش نتمنى ان شاء الله ديري مليح ولكن عاد وتوري غبوش وتوري ما كاينش جاليه تم قرنت دي الناظور ها لان الخو ما شنو توغا وتوغا تفكي انت مسريش توغا تفكي اسبانيا توغا تفكي اسبانيا يغاروا بعد الجهد مالاغا الجزيره السبته الخو قتلوا اذا غربوا 36 ساعه قيقساه ومن جس قان الخوبيات على حسب من قان ويت من زيشا عاد كبرنيني ذين قال شا 27 ألف يدي تات في سيمانة يغاسني سيمانة 27 ألف يوان شي تمنى إن شاء الله يدي تفن وا أيوة شين ما دبي القيق ما غايني مين عن القديم غربيا ولكن توحشيتن وا ملي هذه النيغ انا غنتصن بحباب ديالي وا ايوا خوبنا بقى قطر ونغنا زوه نزار وخو عامين جنوني غادي فرنسا قدي 3 سنين على حد وا شكرا لك المشاركة ناش ربي يخليك شكرا لكم الله يعطيك ايوا انا عاد هرشين شوي والله العظيم شكرا الجاليه المغربيه انه هو انا ما يرفع الحدود سواء البحريه ني الجويه سمنا يا غنشي متعطشين الطسن زعف ميليا ناغ ونزاوي جنا وايضا هذا نغد عاود نعرو جيت ندين ان نصندور الجاليه سواء على مستوى العمله الصعبه السوران اي السجادن ولو على مستوى الرواج كنت ندي سمنا نقرس مرحبا بكم وايضا ونغفل شاخج الجانب الجا مهم انه يخص هذه نيريج ناونز راز مبادره ملكيه هذه الجانب التذاكر الطيارة ذوينات ولكن خصنا ندير مبادرات أخرى أنه أضاز من أسنس نقسن ليبيا وأيضا ذاني مجموعة من الطائرات عبر المغرب لأن يوذانا وحش نطمع نسان وحش إجدي نسان سمني نقارس مرحبا بكم نقارس الزيوم النظر خاصة دي عريف ونزمار ويزمر انا الاقتصاد ديال التعاش مره ترجن غاسن قارس مرحبا بكم ونسيتي من ورن شي نزل جانب النغشي كثاوات ندينت انه نبدا زي صنح بس نصفق بحراره لان متعطشين من خان غير كاين الوباء كورونا سمعني ايضا قاغس قاغ سيتي مغنوا كورونا لا تتبعد وقاس نزول نطحها بالزوم اكحا نزيسن فاميليا نا غزيسن رحبا بنا غيم دوكار نا غطاس نيودان الصراحه نفاح الطاس الطاس مي عزم الحدود الصراحه تغن وحشيت مثلا غيم دوكار نا رحبا بنا قعامين وضع قحن قيش حاج تقصح الطاس غنغديني الحباب الطاس بالدوكان قلنا ضع توغي خرا الصراحه والله العظيم الا توغي خرا رخو تحسي شويه النظر الرواج الرواج كذا صحاب الخارج تعوج انت مسرش الصراحه دي من ديما ونوحشيتنا الطسن قارسن مرحبا بكم غث معنوم اسم داوم داك يوم الاورو او داك يوم طمو بناتي موطان مرحبا بكم تطم معنوم وداري في نوم ومرحبا بكم على الرأس والعين ايش كنت رجل دياس تراشي غطاس نيو دن دن مثلا ايش جني عايز قيسني خمس
مرحبا بك مرات تواليدين تواليدين بعدك نم تواليد وني انت مرحبا بكم والله العظيم نوحشكني وطاس قسما بالله. السلام الحمد لله. الموضوع النهار يتعلق زي الجالية المغربية ايديوسين زي الخارج ما مش تواليد الاقبال ني داس نكين ديال المطار وينات ايوا كينا سنج الاقبال ذا سبحان يعجبان غير حال الملك اللي ينصرو غيضر قاصن يسهر قاصن بيتي باش غنضعك وحداني تاتي وانا وحشيتنا طاس عامين وغنزري غنغديني من الدوكار فاميليا ايوا نتمنى در حقان وصني قيم شادا سان ايوا من دمغينا ايش كما شتو عليه يعني الصبح بنادم بالنسبه لاسعار السوق وينات لا يجنح حتى الصبح ترومي يدهوان داني تاتي كواند تاتي مع الراجل العدد نقرا نقي كواد داني تاتي غناضا بالنسبه للمغربي كبر هذه قاعد شويه النضا يدور مليح قتو تو غي خواه وانا غي تعجب بورحه تو قيم لا نويا وانا ني تو غنغي قيم علاش نحدا مودي فاميليا يا كواد عامه اداكحن وذا عضو داكحن قد وزون بيتي وزون وزون طوموبيلات ايوا نتمنى عندي السي وضربي على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مليح؟ الحمد لله. الحمد لله. الموضوع النهار يتعلق زي الجاليه المغربيه يوسين زي الخارج ما مش توارد القدوم من سند انت غنضا غاجي نشم فاميليا يعني ما تفحظني غنغ فاميليا الحمد لله موجود ديال الخارج غنغني سبا الجاليه المغربيه ما ديت المغرب من الاحسن تسخى تما تنصغى فاميليا الناس كيستعيا ربحان نشطن شويه هو ضروري ايش غاشن فاميليا نشديني تمني ديال سداني تترجت ضروري غنغطس فاميليا ما غان خواري غاري طوان عزيزي طوان عمامتي دوما طاس وما مش تواريد قالش كسحاب الخارج مروسين انت اذي وقع الرواج نيخ ما مش وخوا الرواج ضروري كسحاب الخارج ضروري تري وقع شوية من الرواج ضروري باش من ناحيه حتى من ناحيه يعني حتى المواطنين اللي زدغن داني تاع ذي النظار تضرر من ناحيه الاسعار خميني السلعه نطس ذي الثمن. واه ضروري على حسب الاسعار نطس الحوايج توقيع الطاس مثلا تاني يعني الطاس المواد الغذائية دي أي حاجة تاني دي ستمة وما مش توري الدقا مليح؟ الدقا هو تسلك شيء المواطن ده مغربي بصفة عامة ما اللي سالي خصها توجهت يعني بصفة عامة بصفة عامة تسولا لك متى الرسالة خصها توجهت الرسالة توجهت مثلا اللي تنسحب الخارج ماشي يعني للأسعار مثلا يا زيد نقش نحن مثلا 20 دولار 60 دولار 40 دولار قدم على الثمن منخفض مثلا ما قصد يعني نابع عادو ماشي يعني 1000 فرانك 5 دراهم على حسب التليفون بريعة والثاني وغش لحسن العون شكرا شكرا لك مشاركة ان شاء الله يخليك السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس بخير كلشي مزيان؟ الحمد لله ربي لا الموضوع ديالنا على الجالية المغربية اللي ساكنة في الخارج كيف ما كتشوف الجو هذا كيفاش كتحس الشعور ديالك؟ ايوا ذين ربعة ذاق في شكل ذين ربعة ذاق في السند اش خصني نقيم ذين وقمر ذا سين بقايا حول هذيك 600 متر فخا نخصي غير بالمعيشة مش قيم ذين والله العظيم بقا نتعيش الحمد لله نشان سوا سندني. وبط ما حق الله اي نخصك اني وين غصحاب الخارج الله يعاون لا غاش شان فاميليا ديال الخارج تراجي فاميليا قاش فاميليا واش تي الشوال ودير وقت تواري واخا ثر واحد الدينين خشا حاج مش تكسيني الو تليفون ترينر في مي يخصا غنكن شي حاجه ثم تواري خصا فهمش قاش كل المواطنين تضرر من ناحيه يعني الاسعار سكاع نتصق ايوا تغزا داسي وتشما قنت خمي تهكوي داني تقاش هذه شمده ملا حريقني غلا خص خلقت وجه رسالة اجن الرسالة يوذني يتوجر نيس قاعد نادي للأسعار الدقة هو ايه مرخصة تهوى اقم مرخة ذي بوبريت توارد ايه مهم ها الاسعار رقم دي السيوف نعم سمعكم خ الاسعار نيت ولا خمي زار نسحب الخارج قناه نصفي قول فين انا حين كذنتي لاباس انا عندي ذي الاسعار خوما لا الحاجت ثقا 1000 فرانك اسعاري ثقين 1500 2000 فرانك مثلا امني شمي يعني غالي ديني شديني غالي ديني فاميليا شتي نوحش فاميليا اني غنخد هو دم غيني خمي بالنجاره نخل الحدود شا نشتي نخس من طالب نشتي نضخ اخونا غنقدس ندانيتي اواني عيد ان شاء الله ان شاء الله شكرا بيخليك شكرا